دي اللي هي التحميره. التحميره ودي العليقه. العليقه. وهنعرف النهارده في حلقه برنامج سر الصنعه من قريه العز للمأكولات البدويه سر صنعه وطريقه العليقه. العليقه. اوبا. ايه العليقه بقى؟ اعرف الناس. العليقه دي عباره عن كبده الخروف والكلاوي والقلب، بس بتكون مايله اكتر للكبده، يعني مايله اكتر للكبده بس برضو معاها كلاوي وقلب. معاها داخل فيها كلاوي وقلب. معاها ايه بقى؟ معاها البصل والفلفل والثوم. البهارات لسه ما اتحطتش. لسه ما اتحطتش. وهنعمل معاها التحميره اللي هي روز بيف. تحميره عباره عن قطع روز بيف. قطع روز بيف. تمام. برضو البصل عليها. نشوف الروز بيف اهو. عباره عن قطع لحمه صغيره. قطع لحمه صغيره. ضاني ولا لا؟ شمبري. شمبري. شمبري من عرق الرز بيف بتبقى رقيقه شويه. مع برضو بصل فلفل. مع بصل وفلفل. وايه تاني؟ والثوم والطماطم. ما شاء الله ريحه تفتح النفس. واحلى حاجه كمان اللي انتوا بتعملوا الشو بتاعكم كده في وسط ايه؟ في وسط الخضره. في وسط الخضره والاماكن والخيم اللي موجوده هنا، حاجه جو بدوي جميل. الله يخلي حضرتك. ناقص بقى ايه؟ البهارات. البهارات عباره عن ايه بقى؟ البهارات. البهارات معانا هنا فلفل اسود للعليقه، فلفل اسود وكزبره وكمون. ده للعليقه بس. ماشي. العليقه دي عايزه تتعلق كده من على النار على طول. تتعلق كده تتخطب. هتعمل ايه؟ هنحط البهارات هنا. الطماطم. فلفل اسود، كركم، كزبره، بابريكا، والملح. اوب يلا انا ساعدك. حلوه الرشه دي؟ حلوه الرشه. حلوه الرشه دي. ونزلنا عليها بالطماطم. ونزلنا بالطماطم. ما تبصينا برغيفين عيش كده نغمس واحنا يلا. كده معانا التحميره جاهزه. تمام. اللي هي محتوياتها روز بيف مع البصل والثوم والفلفل والطماطم. تمام. جاهزه على الاكل. معانا هنا العليقه برضو جاهزه على الاكل. وما شاء الله دي ما خدتش وقت. على طول. هي العليقه 5 دقائق ودي 10 دقائق لانها روز بيف، يبقى السوا بتاعها اي حاجه بتسويها. والكبده مش محتاجه، هي اتحطت خمس دقائق خلاص. دي كده التحميره. الصوص ده اهم حاجه. الصوص الجميل ده اهم حاجه. العليقه بقى. ما شاء الله ما شاء الله. وادي كده العليقه وادي التحميره وبالف هنا وشفا.